نسوان ما خرجون يكونوا جنرال مانجر مدير عام. انتقادهم للمرشحة الوظيفية اللي قدمناها إنه كتير قوية. نيروز بدر امرأة سورية تعيش في دبي من لما كان عمرها 9 سنوات. درست واشتغلت وتنقلت بين بريطانيا، كندا وأمريكا بغاية التمكن وتطوير تخصصها وتوسيع دائرة عملها. أسست شركة الرؤية التنفيذية المتخصصة بالبحث بمجالات عدة منها الرعاية الصحية والخدمات المالية، وتعمل أيضاً كمستشارة بقطاع الموارد البشرية بهاي الشركة. هي اسمها البحث التنفيذي، يعني نحن نبحث عن المدراء التنفيذيين لشركات. فشركة جاية بدهم مدير إقليمي بتخصص معين، احنا منروح بنعمل دراسة ميدانية لكل الشركات الموجودة في منطقة معينة اللي بنكون متفقين انه هذا اللي هو انفع للشركة، وبعدين بنحكي حضرتك مديرة شركة اكس بدي قلك بعرفك عن حالي، بحاول اشرح لك ليش لحتى تحكي معي، ليش لحتى تفتحي للحديث، لأنه نحن دائما نقول نحن نبحث عن الذين لا يبحثون، ما نهم بحاجة يدوروا على عمل، هدون اللي احنا بدنا اياهم. أو مثلا للي عندهم طموح ليتطوروا بمجال مهنتهم، يعني في كتير عنا قيادات هون بيتمنوا أنه يكونوا بمجلس إدارة. بهي الحلقة من بودكاست صارت معي رح نعرف منها أكثر عن طبيعة وأهمية عملها، عن التحديات يلي واجهتها كون امرأة وأم، وعن أبرز المواقف يلي صارت معها لحتى وصلت لهاي المرحلة من حياتها، والبداية من منزل العائلة والطفولة. هلأ أنا يمكن كنت من المحظوظات أنه أهلي كانوا كتير نظرتهم متطورة من حيث المساواة بين الأنثى والرجل، فدائماً والدي رباني على أن جغرافية جسدك لا تحدد هويتك، فأبداً ما كان عندنا الفرق بين الرجل والمرأة ولا بين الصبي والبنت. ولكن أنا من مجتمع اللي هو كله عكس هذه النظرية، يعني حتى أنا بتذكر خلال نشأتي كتير من الأصدقاء والأهل كانوا يتهموا الوالد أنه أنت عم تخربها، أنت عم تنزع تربيتها، أنت عم تفتح عيون باقي البنات على شغلات ما لازم يعرفوها. يعني أنا والدي لما تزوج كان مصر أنه يكون حق التطليق نفسه للوالدة، وهذا طبعا هذا الشيء طبقه بالنسبة لي. وأنا ماني محامية بس حأحكي عن هالموضوع لأنه هذا موضوع مهم. نحن في عنا شوية خطأ بفهمه أنه العصم بإيد الست، ما في شيء اسمه العصم بإيد الست، بس نحن إذا كنا عم نحكي على الشرع أعطى المرأة حق تطليق نفسها، ولكن إذا ما طلبتي ما بتعرفي هالمعلومة. فأي أنثى عند عقد الزواج فينا تحط أنه يتفق طبعا الرجل والمرأة على هذا الموضوع. ولما كتير كان في نقاشات حول هذا الموضوع، يعني وقت اللي أنا تزوجت أو سابقا مع الوالد، وأنا اقتنعت بهالفكرة أنه لما بتعطي المرأة حق تطليق نفسها أنت عم تمكنيها بالحرية. لما بيكون عندك حرية الاختيار تختاري بشكل عقلاني أكبر. يعني أنا في عدة مثلا مواقف أنا عمي أو والدتي مثلا، يمكن لو ما كان هالموضوع موجود كنت بأي مشكلة بتحملي حالك وبتتركي البيت. أنا بعتقد هو اعتبرها احترام لذاته، يعني هذه الخطوة يعني من طبيعة تفكيره. بتذكر حتى بحكيها ما عندي مشكلة أنه نحن وصغار مرة تخانقوا وأنا خفت كتير ورحت لعند البابا قلت له رح تتطلقوا، أم قال لي لا، قلت بس ماما فينا تطلقك، قال لي أنا متأكد هي ما راح تطلقني. فعلا هي واقعة صارت معنا، وأنا كنت مفكرة إيه لأنه الماما فينا تطلق خلاص خرب البيت. ولكن تمكينك بإعطائك هذا الحق أعطاك مسؤولية. أنا دائما بقول أي حق بيجي معه مسؤولية، أي امتياز في عليه أمانة لازم الواحد يحس فيها. فهي واحدة من النقاط مثلا اللي أنا بحسها كتير مهمة إنه البنات يكونوا واعيات فيها، ومعنا عم نتعدى على الرجل ولكن احنا عم نطلب انه يكون عندي حرية الاختيار مثل ما هو عنده حرية الاختيار. وهذا الشيء بخليكي، انا برأيي لو انا رجل بحس انه هذا بخلي الرجل يعتد بنفسه اكتر، لانه معناته انت معي باختيارك وليس لاني كاسر لك راسك. فهي اذا بدنا نحكي عن البدايات. بس مع هيك يعني لما كنت انا صغيرة بتذكر مثلا من شباب العيلة
انه فرضا السيارات هي كانت الهوايه والهوس والبنات. نحن كانت فكره واحده دائما، يعني ما عم بحكي عن عائلتنا، عم بحكي عن جيلنا وعن مدرستي عن كلهم، انه البنت بعمر معين هم الفستان الابيض. كانت هالفكره تقتلني، حياتي كلها متوقفه اني انا جمل نفسي مشان واحد يجي ينقيني، انه ما في شيء اكثر من هيك. انا ممكن اني ما لي قيمه اكثر من ذلك. فكان عندي دافع قوي انه انا كنت بدي غير هالمفهوم، انا بدي امشي، خليني اقول عكس التيار. انا ماني دائما كمان هيدا مفهوم ربينا عليه، يعني كانت دائما الوالده تقلنا عليه حريتك تتوقف لما تاثر على الاخر. فانا اي شيء عم بعمله بما انه ما عم ياذي غيري بس ممكن يخليني انا غير حياتي، ممكن هذا المثل يكون مؤثر بشكل ايجابي للاخر، فليش لا. فبتذكر لما كنا صغار انا وابن خالي، كان هو كتير عنده هوس بالسيارات، فقلت له بكره بتشوف، انا راح اخذ شهاده سواقه وراح اكون عندي سياره قبلك. وكان عندي هالهوس، وفعلا انا كنت اول وحده بالعائله من بين الشباب والبنات اللي كان عندها شهاده سواقه، فيعني ما انه شيء كتير كبير يمكن بمعايير اليوم، بس بالنسبه لي خطوات صغيره لما بتربي على مبدا انه بس اقدر احط هدف قدامي واؤمن ان انا بدي اياه وأسعى بالجهد الصح ويكون معي الأدوات المساعدة اللي هي أنا بالنسبة لي أول أداة لتحرير المرأة، أول أداة لإعطاء المرأة قيمة هي العلم. وأنا كتير أدفع نحو العلم، والعلم ليس شهادة وليس يعني لا يتوقف عن مرحلة معينة. اليوم اللي بمر ما بنتعلم فيه جديد، اللي ما بنحاول نطور شيء ما، هذا يوم ما أنا محسوب من عمرنا. أحياناً أكبر الحلول هي ببساطتها، أحياناً بتكون بالمنطق العام، ما بدها كتير الواحد يعقد الأمور. من سوريا إلى الإمارات انتقلت عائلة نيروز للعيش والبدء بمرحلة جديدة. كانت نيروز وقتها بالصف الخامس، حياة جديدة حملت معها تحدياتها الخاصة. أنا أجيت على صف الخامس، 5 سنين زملائي دارسين إنجليزي ودارسين ما كان يدعى في ذلك الزمن الرياضيات الحديثة اللي ما كنا عنا إياها. فأجيت أنا يعني كان عندي واحد من اثنين، يا أما أرسب يا أما أني لاقي طريقة وأتعلم. وكان عندي تحدي أنه أنا لازم جيب علامة عالية بأول فحص بالإنجليزي مثلا. والحمد لله كمان كنت محظوظة، يعني أنا الله بيهيئ لك الظروف، بيوقفك مع ناس خيرين مساعدين. يعني أنا المعلمتين، معلمت الرياضيات ومعلمت الإنجليزي، الله يوجه لهم الخير، أول ما هي رحت لعندهم حكيت لهم ظرفي واتفقنا سوا على برنامج كيف بدي أشتغل أنا لحالي. ما بحياتي احتاجت يكون عندي مدرس خصوصي. وبتذكر أول فحص بالإنجليزي أخذت فيه 93%، وأنه لهلا أنه في ناس فكروا أن أنا إنجليزيتي ممتازة، بس أنا عمليا تعلمت الإنجليزي على كبر ومو على صغر. يعني كان عندي حلين، يا أما غني ظلمه واتقوقع وقعد بالبيت وقول ما في حل، يا أما لاقي حل. وصلت نيروز للمرحلة الجامعية. أول شيء درست صيدلة، نزلت على الشام درست صيدلة. لما بكون بأي مؤتمر وقت اللي بدي أحكي بيقولوا لي شو كنت تعملي، بقول لهم I used to be a drug dealer now I'm a headhunter. So الدرج ديلر هو تجارة الأدوية يعني، بس العرف العام لو واحد بسمع كلمة دراج بفكر مخدرات، فكلهم بفكروا أنه واو شو هالشي الممتع اللي بدنا نسمعه. وبعدين بقول هيد هانتر هي مهنة البحث التنفيذي، العرف العام كمان تبعها أو الكلمة المتداولة هي هيد هانتر اللي هي صيد الرؤوس، بس مو معنى تقص الرأس، يعني هي صيد الأفكار، هي نحن البحث عن الناس المتميزة القيادية. فهي طبيعة مهنتي اللي أنا بشتغلها. لا قبل ما تخلص نيروز دراسة الصيدلة كان باقي لها سنة، اجت بالعطلة الصيفية على دبي وحبت تشتغل وتتدرب بنفس الوقت بإحدى الصيدليات بالإمارات. سو أنا عم بتدرب بهاي الصيدلية في مدير شركة إقليمي من أكبر شركات الدولية، شافني وأنا كنت مندفعة وبدي أثبت موجودية وعم بحاول أحكي مع كل العالم وبدي حاول بيع كل العالم أي شيء، يعني بدي حاول أن يكون نشيطة. فقال لي شو عم تعملي؟ قلت له أنا طالبة صيدلة. إلخ. قال لي بتحبي تشتغلي معنا؟ نحن هلأ عنا عاملين حملة تسويق، سو اللي أنت عم تعملي هلأ بس بيكون في عنا ستاند للفيتامينات وأنت بتشرحي لهم للناس عنا وإذا حدا بيحب يجرب إلى آخره. قلت له أوكي. فالمهم هاي كانت شو بيقولوا تجربة عطلة صيفية،
سو قبل ما خلص وارجع كنت وقتها بسنه رابعه صيدلي، قال لي روحي خلصي وبس تخلصي انت لك وظيفه معنا. فانا عمليا يعني الحمد لله انه كان عندي عرض عمل قبل ما خلص الجامعه، فخلصت الجامعه وبعدين رجعت. بس يعني ما كان بحياتي يخطر لي انه انا السوريه العربيه دول عالم ثالث ما عندي خبره، شركه عالميه انه ترضى تشغلني، ولسه انا باول طلعتي لسه ما عندي ولا شيء خبره بالحياه يعني او خبره مهنيه. وتعلمت طبعا معهم كتير، يعني كانت فكره كتير كويسه. لكن شو هو الشيء اللي دفع نيروز تتجه للندن وتدرس ماجستير وتشتغل هنيك؟ شغلتين كانوا يقضوا لي مضجعي مثل ما بيقولوا. واحدة انه بالزمن اللي انا كنت فيه، نحن عم نحكي اكثر من 20 سنة، كان السلم الوظيفي جاف. هيدا هو النظام، يعني لحتى اطلع من مرحلة 1 لـ2 لازم اقضي 5 سنين، من 2 لـ3 15 سنة، من ما بعرف شو. قد ما حاول الواحد انه يبذل انتاجية في قوانين جافة صارمة ما في الى حد. بعدين الشيء الثاني اللي اكتشفته انه خصوصي بالشرق الاوسط، طبعا هالشيء اختلف كتير هلا، ولكن لسه عنا يعني لسنا محظوظين كفاية نحن الكفاءات من الشرق الاوسط لحتى ناخد ما نستحقه عالميا. يعني وأنا هذا الشيء كتير بشتغل عليه وخصوصي مع النساء، وبحاول أدفش كتير بهالموضوع، لأنه في بعض الكفاءات اللي عنا ياها نحن بسبب بلبلد الاقتصادية، وبسبب دائما عنا مشاكل بالشرق الأوسط، وبسبب كل هالتغييرات اللي بتصير، الخبرة اللي بيكتسبها الواحد هون أقدر بكثير من خبرة لما أنت عايشة بسويسرا وكل شيء متوقع بشكل منظم. فأنت قدرتك على أنك تكوني مبدعة خلاقة ديناميكية اللي احنا عنا ياها من اهل هالمنطقة ما عندهم ياها، وهي كفاءات كتير ضرورية. فسعيت اني حسيت انه اول شيء يعني مع احترامي لجامعتي وبلدي، بس انه انا لازم اخد شهادة تانية ولازم تكون من برا الوطن العربي. فرحت على لندن وبلشت عملت ماجستير، واقتنعت لحتى اقدر اطلع برا السقف تبع الشرق الأوسط لازم أطلع برا الشرق الأوسط، لازم أكتسب خبرة براتها لحتى ما أكون محدودة بعد 20 سنة. أعلى شيء فيني وصل له أني أنا أكون مديرة إقليمية بالشرق الأوسط فقط لا غير، بعد 60 سنة ولا اللي هو. وخلال دراستي بعدين بلشت أول شيء بالتسويق، بعدين دخلت تعلمت، كان طالع وقتها موضة جديدة اسمها المانجيريا ليدرشيب اللي هي القيادات الإدارية. وأنا من أنا وصغيرة كنت أحب الفلسفة كتير، ورحت أخذت مادة وحسيت أنه كتير فيها شغلات من الفلسفة، وأنه يعني دائما كان عندي فكرة بالية طبعا أنه البزنس هو أبيض وأسود، هو الجدية، هو القوة، هو المدروس المقروء، والشيء الثاني كل شيء إنساني هو كل شيء آخر. فكنت حس أنه في فصل بين الاثنين. يعني حتى بتذكر لما كنت صغيرة كنت أسعى دائما أني ألبس ثياب بطريقة أني بين أكبر من عمري بشيء 20 سنة مشان الناس تقدر تأخذني بشكل جدي. أي شيء بيعتمد كيف نتطلع عليه. فممكن أنا أطلع أنه إيه هدون استهونوا فيني وحسوني بنت صغيرة ودون يتسلوا علي، أو فيني أطلع أنا قدرت أفتح الباب، خليني فوت وأستغل هالفرصة اللي إجتني وأثبت موجوديتي. وهذا الشيء كان أكشلي يشتغل لمصلحتي، لأنه لما أنت بتروحي والناس متوقعين إن ما ياخدوك على محمل جد، فبيصير أي شيء جدي بتعمليه بتاخدي كريدت عليه، الناس بتاخدك بشكل أهم أكتر. فهذا الشيء ساعدني كتير بصراحة، يعني أنه من أنا داخلي لما قررت أني أنا ما أخذ الأمور بشكل شخصي، ما أعتبر أنه أي استهانة معناتها أني أنا الناس ما عم تحترمني، خليهم يعرفوني وبعدين ما يحترموني، بس إذا ما عرفوني معلش إذا ما احترموني. فبعدين لما كنت عم بحكي لك على لندن، دخلت بمجال شفت موضوع القيادات وعلم القيادات الإدارية وكتير حبيته. وبعد ما خلصت الماجستير ببريطانيا راحت على كندا طمعاً بخبرة عالمية أكبر، وكانت لحالها بدون أي حدا من أفراد أسرتها. وهي واحدة من الأشياء اللي طبعاً كان وصمة عار أهلي بالنسبة لباقي العائلة وباقي المجتمع، هالبنت رايحة على حل شعرها من بلد لبلد ولحالها ومن يعني بدون أي قيود. حياتي بكندا يمكن كانت أصعب شيء بس أحلى شيء. أول شيء أنا رحت على فانكوفر، هو الغرب من كندا، فعملياً على قولة بابا بوقتها قال لماما يعني
بعد هون وين بدها تروح نيروس؟ لو راحت على المريخ ما بقى تفرق، لأنه عمليا إذا بتطلع على الكرة الأرضية هي النقطة المقابلة 180 درجة من دبي هي فانكوفر محل ما أنا كنت. بس غير هيك إنه كانت بعيدة، ما كان عندنا التواصل اللي موجود هلا، ما كنت بعرف حدا. المجتمع كتير 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 لطيف بس كتير مسكر، يعني لحتى أقدر أنا أشرب معك فنجان قهوة لازم نكون رحنا أنا وأنت على مدرسة الابتدائي والحضانة وإلى آخره. في المجتمع نشأ بشكل معين، فكتير صعب أنك تجي أنت وتنخرطي بالنص. يعني حتى بتذكر أول فترة كان أصدقائي كانوا كلهم مش من كندا، كلهم مهاجرين، يعني اللي من أمريكا واللي من الصين واللي من هونغ كونغ وإلى آخره. بس بنفس الوقت علمتني وقتها بتذكر أنه كنت كل يوم كل يوم كل يوم بغض النظر اطلع امشي جنب البحر، والتواصل مع الطبيعة كتير كنت حسه يطهرني من جوا، يغسل يعني أدران أي شيء أي صعوبات كنت عمر فيها. وكمان علمتني أنه ما كتير أعتد بنفسي، يعني أنا قبل ما أروح على كندا كنت واصلة نوعا ما إلى القمة بالمجال الوظيفي، يعني وكنت عم بكسب كتير وما عندي تاكس وعم سافر بأحسن إمكانيات. فلما رحت على كندا بلشت أدور على شغل، ضليت 6 شهور عاطلة عن العمل. الحمد لله أني كنت مسجلة لأكمل دراسات عليا، وإلا كنت يمكن جنيت، ما بعرف أي حدا بالبلد كلها. وبتذكر حتى مرة كنت عم بمشي بالشارع شفت محل أحذية حاطين بدهم سيلز بيرسون، رحت لقدم قالوا لي لا. طلعت انه انا ماني كفء حتى لبيع حذاء، انه خضتني شوي من جوا، انه اول شيء ما في اي ضمان بالحياة، ثاني شيء قد ما علي الواحد في دائما شيء اكبر واعلى. هذا الشيء عمل عندي شوية توليف ل دائما الواحد ما ياخذ شيء بشكل انه مسلم او مضمون. كل شيء ممكن يتغير، وكل شيء ممكن شغله تكون كثير عظيمه بالظرف اللي انا فيها وتكون ليست ما لها اهميه حدا حتى يشوفها في مكان اخر. فمشان هيك لازم الواحد دائما يسعى ويكون منفتح الفكر. يعني بعد جهد جهيد بالأخير قدرت أني أشتغل بالجامعة اللي أنا كنت عم بدرس فيها، وأخذت منصب قيادي فيها، ودخلت برامج جديدة، وصرت أعمل مؤتمرات بالجامعة، شغلات ما كانوا متعودين عليها. بس 6 شهور ربتني ما مشي الحال. بكندا ظلت مواصلة دراستها لبرامج القيادات الإدارية لوقت ما صارت صدفة خلتها تتوجه لتأسس شركتها الحالية. ضليت بكندا فترة، أنا وبكندا لما كنت عم بعمله من هالبرامج اللي عم قلك عنها، في ناس سمعوا عن نشاطاتي، فاتصلت فيني شركة بأمريكا من نيويورك، هن executive search اللي هو مجال عملي الحالي. ووقتها ما كنت لا أفقه شيئا في هذا العلم، ما كنت بعرف شو يعني executive search البحث التنفيذي، ولكن حكوا معي ورحت قابلتهم. وبعد يعني عدة بتذكر عملت 15 interview 15 مقابلة وقتها. بعدين عرضوا علي العمل، ولاحظت يعني من كتر الحوارات انه انا طول عمري فعلا عندي هوس او عندي اهتمام بالنفس البشرية، وكيف فيني انا يعني انا بحس دورنا كلنا بالحياة لازم يكون مؤثر بشكل ايجابي على المحيط الاكبر، فكيف فيني انا اكون فعالة. فحسيت انه هيدي المهنة رح تمكنني من تمكين اسر وليس بس تمكين شخص. لما أنا بقدر أني حسن لك وظيفتك، أنت عم تحسني المستوى المعيشي لعائلتك، أي شيء أنا ممكن أني أوصل له ما بحس باستمتاع فيه إذا ما كنت أنا رافعة حدا معي. فدخلت بمجال الإكزيكتيف سيرش، طلبوا مني أني أنتقل لأمريكا، حاولنا بعدين لقينا حل وسط. فقلت لهم طب شو رأيكم خلوني أنا أفتح شركتي وبتعاون معكم. والفكرة ليش أنا قررت أفتح الشركة، لأنه كمان نفس الحديث اللي كنت عم نحكي عنه قبل، أنه لاحظت الوظيفة فيها كتير تقييم للتطور. فقلت أنا بدي أعمل بدل ما هالشركات هاي اللي ما عم بيعرفوا يعملوها صح، أنا بدي إجي وعلمهم. فأنا رح أعمل شركة اللي أنا حدور عن ناس الكفاءات اللي ممكن أنه قد ما بتعطي بتاخد، ما في أي صناديق لحتى حجم فيها أي حدا، وبنفس الوقت ما حدا بيكون عنده شيء مضمون إذا هو ما كان عم يشتغله. لا لأنه عن صار لي 20 سنة بالشركة معناتها أنا لي أحقية، ولا أنه لأني صغير ما يكون في عندي إمكانية. فيعني هذا كان دافعي الأساسي بصراحة لحتى أني أنا بديت الشركة، وكنت حابة أنه نعمل أمور بشكل مختلف.
كيف فينا نقدر نكون أكثر inclusivity شمولية، كيف فينا نقدر نطلع على الأمور مش بلون واحد ولا بجنس واحد ولا بعمر واحد ولا بأي صفة اللي إحنا نولدنا فيها. لذلك يعني إنه دائما بحاول إني أطلع على هالموضوع، وحاولنا كمان نقول بمجال عملنا بهذا المجال. فيعني هلأ إذا بتسألي، نحن معروفين إنه نحن مثلا أنصار المرأة بمجال executive search، ونحن دائما ندفع، وأنا يعني عملنا كتير دراسات وشاركنا بكتير مجالات لنثبت أنا ماني عم بشحد من كون عمل خيري أيتها الشركات والمؤسسات. أنا عم فرجيكم 1+1 بشكل اقتصادي بحت. الدراسات التي تثبت أنه كلما كان هناك تنوع، وخصوصا بالإناث أكثر بمجلس الإدارة أو بأماكن قيادية، ما عم نحكي بس ب الشغلات المسمية باك أوفيس. يعني في ناس بيقولوا لك نسوان ما خرجن يكونوا جنرال مانجر، مدير عام. ليش؟ مين قال؟ يمكن ما بيناسب 80%، بس في 20%، ليش لحتى نهملهم؟ بعدين يعني واحدة من المعاناة اللي كنا نعانيها مع الشركات هون، كنا دائما نحاول نتفش انه لأي فرصة عمل بتجينا لحتى نبحث لهم عن ناس مؤهلين، احنا بدنا اسمحوا لنا نقدم أنثى أو اثنين. يعني حتى بتذكر مرة في هيئة انتقاد للمرشحة الوظيفية اللي قدمناها انه كتير قوية. نيروز بعد ما فتحت شركتها تزوجت ورجعت استقرت في دبي وانجبت بنتين، لونا ولين. لونا هي الكبيرة عم تدرس علم نفس بكندا، ولين بالمرحلة الأخيرة من الثانوية العامة. سألت لنيروز كيف بتقدر توازن بين أعمالها والمنزل، خبرتني إنه ما في شيء برأيها اسمه توازن وإنما شيء آخر. هناك أمور للتعايش. يعني أنا وعم بشتغل مثلا السكرتيرة عنا مثل تشيكليست، عنا قائمة لما بيتصلوا المدرسة شو بنعمل، لما بيتصلوا البيت شو بنعمل، لما وبتعرف هي في يعني في أشياء اللي ممكن تكون متكررة بتعرف هي كيف تتعامل معها إذا أنا كنت باجتماع بدون ما يكون في أي إشكالية. وبنفس الوقت كمان فيني أقول لك لونا ولين لما إحنا بنكون مسافرين بقول لهم أنا ما فيني مثل غيري سافر شهر أو مثل المدرسات 3 شهور، سو نحن ومسافرين بدي اضطر اشتغل نحن عم مسافرين. فهن بيعرفوا بس نكون بالسيارة عم ننتقل من مدينة لمدينة، هذا وقت واحدة في يوم بتبادلوا، بتكون ماسكة موبايلي وعم تقرأ لي إيميلاتي وعم تجاوب لي على إيميلاتي. سو كان عندي سكرتيرات ونحن على الطريق. خليني أقول زواج نيروز ما استمر. أنا اتطلقت بعد 7 سنين من زواجي، الله يسر له أبو الأولاد. اتجهنا باتجاهات مختلفة وأنا حسيت كان واجبي اتجاه البنات أني أخذ هالخطوة. في ناس بيعتقدوا لأني مطلقة أنا أدعو للطلاق، لا. ودائما أنا بقول لأي وحدة يعني وصديقاتي بيعرفوا الحكي، إذا 50% قادرة تتعايش مع الوضع طبعا بشرط أنه المبادئ لا تمس، فحاولي أنك تتعايشي مع الوضع. بس أنا أكثر شيء بكرهه بالحياة نسوان اللي قاعدين مع زواجه وكل يوم بيشكوا منهم وبيبكوا منهم، هي تبع اللي بسميهم غني ظلمه. يا أما الرجل لا أستطيع أن أتعايش معه لأنه ضد مبادئي، فخليني لاقي حل وأتركه. يا أما بقدر أتعايش معه فقوله بنفسي، يعني شو بيقولوا بدك إيدين لتزقف، وحاولي تلاقي حلول. يعني وطبعا الذكاء أنه الواحد يقدر يعرف شو اللي بيقدر يغيره ويغيره، شو اللي ما عنده القدرة على تغييره، ويا أما يتعايش معه يا أما يعني يلاقي حل آخر. فكمان طبعا يعني هاي شغلة نحن عنا النساء أنه منستنزف إمكانياتنا زيادة، فالواحد لازم يعرف يعني وجه طاقتي مع اللي ممكن يسمع لي، مع اللي ممكن أنه يتعاون معي. طلبت من نيروز تحكي لي مواقف أثناء العمل أو خلال الأمومة وتربيتها لبناتها كان في تحديات قدرت تتخطاها وتغير من مفاهيمها. ولو أنه ضمن أسرتي الصغيرة ما كنت حاسة بفرق، بس أنا من ضمن المجتمع اللي برا دائما كنت حس حالي بكل شيء أنا أقل، بكل شيء أنا لازم أبذل جهد مضاعف لحتى بس يقدروا يشوفوني. أول شيء كمرأة، ثاني شيء كعربية، ثالث شيء كمسلمة، رابع شيء كمطلقة. كثير من الاستيكرات الليبلات التي أحملها يعني هي نوعا ما تابو، الواحد ما لازم يحكي عنها، بس لا أنا بحكي عنها. سأعطيكي مثل عن نيويورك، شغلة صارت معي على مدى 10 سنين. أنا كنت على مجلس إدارة عالمي لمؤسسة
وكل سنة بشهر 4 بروح على نيويورك لحتى أنا أمثل الشرق الأوسط. كل سنة أنا عم بحكي نيويورك، ما عم بحكي ضيعة بمنطقة نائية بمكان ما. نيويورك اللي هي المفروض مركز العالم من حيث التطور والتنوع والمركز الاقتصادي والحضاري وغيره. كل سنة حدا بيجي لعندي بيقول لي أكيد أنت مبسوطة أنك قادرة تلبسي هيك هون، فبدي أقعد ساعة أشرح لهم أنه أنا من سوريا وعايشة بدبي، وبسوريا وبدبي نحن بنلبس عادي هيك، وبالعكس أنا هون متحفظة بسبب الجو المهني إلى آخره. يعني كتير من الأحكام الغلط اللي عم تصير لأنه ما في حوار، ونحن خلص الميديا بتحط شيء ومنصير منخاف بدنا نتخبى وراها، لأنه أنا واحدة من هدونة اللي إذا عرفوا من وين جاي فورا سوف أعمل بطريقة غلط. رح أعطيك مثال تاني كمان عن نيويورك. في أحد السنوات ألونا كانت صغيرة وكان قرب عيد ميلادها، سألتها قلت لها ماما شو بدك لعيد ميلادك، قامت قالت لي بدي روح معك عن نيويورك، لأنه هن متعودين كل سنة أنا في عندي هالرحلة. قلت لها بس يا ماما أنت ما عندك عطلة وإلى آخره. المهم سألت المعلمة، وأنا مثل ما قلت لك أنا جاية من مدرسة اللي هو العلم مقدس والمدرسة مقدسة، ولكن مع ذلك قلت خليني أسأل المعلمة. فسألت على المعلمة، أم تبعت لي بالبونت العريض معلمتها أنه قطعا دونا لازم تروح معك، لأنه العلم اللي رح تتعلمه من الرحلة هو أكبر بكثير من وجوده معي بالصف، ولونا تلميذة مسؤولة، وأنت ما تدخلي بالموضوع. أنا بيني وبينها رح رتب مع جدول، في شغلات حتعملها بالطيارة، في شغلات حنتابع أنا وياها، وبس ترجع إذا في أي نقص حنتابعه، أنت ما عليك أي مسؤولية. فأنا قطعا بشدد على الموضوع. يعني أنا هالموقف كتير وسع لي مداركي، علمتني هالمعلمة فكرة أبدا ما كانت خاطرة على بالي، علمتني كيف أنا أتعامل مع أولادي بشكل منفتح أكثر من أنه 1+1=2. أخذتها للونا. المهم أنا المفروض عندي يومين بيكونوا بشكل كامل من الصبح للمساء أنا مشغولة بهذا الاجتماع على المجلس الإدارة، وقلنا نضل يومين قبل منعمل فيها سياحة. كنت في طالبة جامعة متعرفين عليها، واتفقت معها أنه هي لما أنا بكون مشغولة بتجي الصبح، هي بتاخذ لونا بروحوا بيعملوا السياحة وإلى آخره، وبتضل معها لتخلص دروسها. مشي الحال أول يوم، جينا تاني يوم صار عاصفة ثلجية، ما بقى قدرت تجي، ما بقى قدر حدا يفوت على منهاتن، تسكرت الطرقات، وأنا ساعة 9 الصبح لازم نكون بالمؤتمر. فالمهم فكرت قلت ما في حل، الحل الوحيد إني أخذها معي على الاجتماع. بعتت للمنظمين قلت لهم أنا كتير بعتذر بس هذا واقع الحال، بنتي كتير هادية وملتزمة، بس بدي إياها تكون بمكان آمن جنب الجماعة الريسبشن، هي مع اللابتوب تبعها بتقعد بتشتغل شغلة وما بتزعجكم. معلش قال معلش. مشي الحال. رحنا وأنا كل الوقت، أول شيء عدد الإناث بالمجلس الإدارة كان قليل كتير، كنت أنا ووحدة تانية. الوحدة التانية طبيعتها كتير عنيفة متعالية قوية، وأنا بشكل عام دائما باللا شعور عندي مواريث أني أنا جاي من دول عالم ثالث، أنا أنثى، أنا عربية، أنا فأنا أوريدي الناس كلها عم تطلع علي أني أنا ناقصة، يعني عنا هالشي باللا شعور. فأنا رحت قلت يا مصيبتي هلأ هاي بدها تشوفني كمان جايبة، أنا جاي أنا وقبيلتي على اجتماع، الصورة سوف ترسخ. بعدين قلت خلاص غض النظر وكملي شغل. كملنا شغل. بعد استراحة الغداء فوجئت كمان هالمخلوقة أنا يعني أكون لها بالعرفان لدرس علمتني. أول شيء أنه الواحد ما يحكم، لأنه إذا مرأة قوية وصريحة زيادة عن اللزوم ما معناتها أنها مهاجمة، ما معناتها أنها عدوتي. يعني هي كمان شغلة تعلمتها. بس شيء تاني، إحنا بالاجتماع قالت قدام الكل أنه كان لي الشرف أني تعرفت على بنتك وقديش واعية وناضجة وعندها فكر منفتح بالنسبة لولد بعمرها، وأنه قديش أنه كونها مسافرة لعدة محلة. طلعوا مرأة جنبها وأخ عملوا حديثي وياه وأنا ما معي خبر. فطلعت بعدها قلت أنه الشيء اللي أنا كنت خجلانة منه هو مصدر فخر، أنا عندي بنت فيني أتباهى فيها، وأنا كوني شو بيقولوا single parent يعني لحالي عم ربيهم وقادرة أني إجي على طاولة مجلس الاجتماعات، ما بيهيني أنه بنتي تكون معي، بالعكس هذا شعور بالمسؤولية، وأنا يعني قادرة أني أقوم بالمهمتين بنفس الجودة. فيعني هذا موقف علمني كتير بهاللحظة أنه لا، ومن وقتها بلشت، يعني من وقتها بلشت أخذ أولادي معي على اجتماعات ولا بلدان اللي ممكن تفتح مداركهم لأشياء معينة.
في بعد كم سنة كانت لونا صارت يمكن 13، كنا بميامي، كان عندنا كمان مؤتمر عالمي تاني، وقبله كان في مثل الريسبشن الناس عم تعرف على بعضها، وأنا قلت خليها هي تخوض وهي لحالها أنه بدها تثبت شخصيتها وتحكي مع العالم. فبعدين المساء يعني أغلب الوقت كنت أنا مع مجموعات وهي مع مجموعات، يعني قليل اللي كنا مع بعض. بعدين بآخر اللي سمعت من حدا إجا قال لي أنه أنا آسف إن شاء الله لونا ما تكون زعجت. قلت لها خير شو صار؟ قامت قالت لي أنه هي كانت واقفة مع مجموعة بهذاك الوقت كانوا من النمسا، فقالوا لها لونا لما عرفوا أن هي عربية أنه عم يخبروها بخبر سعيد جدا اللي هي لازم تكون ممنونة منه. فقالوا لها أنه شفتي أنه نحن هلأ حنساعدكم أنتوا البنات، نحن هلأ بالنمسا حنطلع قرار ليشيل الحجاب للبنات. طبعا أنا ما ممكن كان يخيل إلي أن نقدر هيئ لونا لهيك حديث وهي لحالة بهالعمر بهكذا مكان. ففوجئت أنه لونا قالت لهم مين قالكم أنه البنات هن بحاجة لحدا يجي ليشلهم الحجاب؟ أنا كبنت أنا بختار إذا أنا بدي حط الحجاب أو لا. كيف بتحسي أنت، كانت أنثى اللي عم تحكي، لو أنت كنت ببلد وإجا جبرك أنه ما بصير تلبسي هيك وبدي أجبرك تلبسي بشكل معين، فأنتوا ما عم تحررونا، أنتوا عم تقيدونا، أنتوا عم تاخدوا شيء مننا. في كتير أشياء بالحجاب ممكن تكون العلاقة يعني بمعنى سجن، العلاقة بشخصيتي، العلاقة بهويتي، فأنتوا عم تجردونا من شيء هذا حق إلنا، أنتوا ما عم تعطونا حق إضافي. فكمان يعني كانت وقفة خليني أقول مع الذات، لي لما نقدر نوسع مجال الحوار، كل ما صار في مجال للتبادل الأفكار، كل ما بنقدر نصير أقل عدائية وأكثر صداقة. يعني إحنا بالمحصلة دائما بقول أنا زرت أكثر من يمكن 100 بلد بالعالم وعشت ببلدان مختلفة، في مع كل تفاوتنا في أشياء أساسات نشترك فيها كلنا. يعني بالمحصلة أنا عندي قناعة ما حدا بيولد شرير، كلنا بنولد جيدين، ولكن وبقناعتي كل الأديان تدعو إلى الخير أو كل المذاهب أو كل الأفكار، فالمبدأ واحد، ولكن بعدين الحياة بتغير شغلات. حتى الحروب المصدر الأساسي إلى هو عدم التواصل، ويعني أنا قناعتي شيء وأنت قناعتك شيء، وبناء عليه أنا بأخذ موقف وبتصرف. بينما لو كان في إمكانية للتفاهم، للحوار، لمعرفة وجهة نظر الآخر، كتير في أمور ممكن كانت تنحل. مهما كانت الحياة صعبة دائما، وهي دائما رسالة أنا بوجهها لكل البنات ولكل لأي إنسان كان، دائما بقول don't talk no for an answer، لا ما حناخد لا كجواب نهائي. أي لا، حتى أنا يعني حتى كمان هذا شيء تعلمته من بنتي الصغيرة لين كتير معتدة بطريقة تفكيرها، وأنا دائما بقول لين علمتني أكتر ما أنا علمتها، لين علمتني كيف أقدر شوف أنه ممكن النجاح يكون بغير أني ماسكة الكتاب وعم يعني شو بيقولوا بصم مثلا. هي تحصل على علامات بطريقة تفكير مختلفة، بطريقة عندها معلومات شاسعة وواسعة، بس ما بقدر تكون محدودة بهيدا الكتاب فقط. كانت سنين من المعارك والحوارات لحد ما قدرنا نوصل لحل مشترك، بس أنا كتير تعلمت منها. فبتذكر لين مرة كانت عم تقلي، قالت لي أنا ممكن أكون محامي كويس. قلت لها ليش يا لين؟ إنه لأنه جدها محامي، والدي. قلت لها إنه جده محامي؟ قال لا، بس لأنه جربي قولي لي لا على أي شيء وشوفي، رح ضل احكي معك وضل لاقي شغلات وضل لاقي اسباب لحد ما تقولي ايه. فعلا يعني اذا الواحد عنده دافع لحتى يوصل لايا كان وسلح نفسه بالعلم وبذل الجهد المطالب، يعني كل الاحلام تحقق، بس مو بس بالاحلام، بس كمان بحط انا خطه وبمشي عليها مهما كان، بضل وراها بضل وراها بضل وراها، بشكل او باخر رح نحصل عليها. توارث الممارسات الخاطئة وعدم وعي النساء لأهمية اكتساب مهارة التفاوض هن أسباب رئيسية من وجهة نظر نيروز لتأخر تحقيق المساواة بالأجور بين النساء والرجال. ما تسألي الأنثى كم راتبها السابق بالشركة السابقة، هذا الممارسة نحن عم نكبر الغلط. إذا أنت كنت مغبونة حقك 50%، جيت أنا سألتك قلتي لي بعمل 100، أنا عطيتك 10% أكثر من أنت عم تعملي،
أنا ما صلحت الغلط، أنا مشيت مع الغلط، أنا زدت 10% على الغلط. ثانياً الإناث بطبيعتهم وخصوصاً بمجتمعنا بس حتى بشكل عام مانا من النوع اللي أول شيء بيعرف يسوق نفسه، وشيء ثاني بعض المعتقدات الخاطئة منعتبر أنه الناس لازم تعرف شو قيمتي وهن لازم يقيموني ويعطوني شو بستاهل، ما بروح أنا وبحاججهم. فموضوع المفاوضة على الراتب هيدي كتير مهمة، النساء لا تقوم بها. إذا بسنا نحكي بس الشرق الأوسط، الدخل اللي بيزيد بالشرق الشرق الأوسط فقط سنوياً 3 تريليون دولار، تخيلي. فأنا مثل ما عم قلك نحن عم نحكي علم اقتصادي بحت، ما عم نحكي عامل إنساني تعوا أنقذونا، بالعكس نحن اللي بدنا ننقذكم. والتمكين بالتعليم، يعني أنا هي دائما بقولها، تعليم المرأة وفتح المستويات إلى بتنزل النسب تبع الفقر بأرقام عالية كتير. كمان يعني شغلة تانية كان بدي أقولها، أنه بالنسبة للنساء بالنسبة للمفاوضات ومساواة الأجور وغيرها، كمان نحن عنا ممارسة، برجع بقولها هي للنساء بشكل عام بس كمان نحن ونشأتنا ومن وين إجينا أكتر بمجتمعاتنا، اللي هي إذا أنا ماني متأكدة أني أنا مهيئة للوظيفة 120% ما بقدم، بينما الرجل، وأنا هي شغلتي اليومية يعني إحنا هذا بنشوفه بكل يوم، الرجل إذا عنده 60% بيجي وبقلب قوي وبيحاول يخلق قصة تقريبا من لا شيء ويقنعك ليش هو عنده القدرة أنه يغطي هالفجوة هاي، لا معلي بروح أبدأ 50 باب وخلي واحد بس ينفتح، هذا الواحد هو النجاح. ما حدا بينجح من أول مرة، كل مرة عم يقولوا لي لا عم بتعلم شغلة جديدة، كل مرة عم بقدر أني حسن طريقة الحوار، طريقة النقاش، طريقة البحث، طريقة تقديم نفسي، طريقة كيف أقعد كيف أحكي. فهي مشكلة عنا أنه نحن ما بناخد كتير ريسك، مخاطر. كيف وإمتى ممكن نوصل لمرحلة المساواة بالأجور بين النساء والرجال وشو فوائد تحقيق هذا الشيء؟ نحن أول شيء قبل الكوفيد وقبل الأزمة هاي عالمياً بدنا 275 سنة لنوصل لمساواة الأجور على المنحة اللي كنا ماشيين فيه قبل كوفيد. هلأ مع كوفيد تأخرنا للوراء كتير، والنساء هن أكثر نساء اللي تأثروا بأزمة كوفيد، وإحصائيات عم نحكي، أنا ما عم بحكي شيء جايبته من عندي، افتحي منظمة اليو ان ولا منظمة العمل العالمي ولا غيره ولا البنك العالمي، هناك دراسات. العنف المنزلي زاد 25%، النساء، أنا إذا أنا بنت بالمدرسة وأمي مرضت بترك المدرسة وبقعد لحتى أنا أقوم بمهام أمي. فالتعليم نسبة الإناث رجعت لورا بشكل كبير. الأجور أول شيء لأنه الجزء الكبير من القطاع الصحي 80% هم إناث، وهدون أكتر ناس اللي تعرضوا للأمراض، وهدون أكتر ناس اللي هن يعني مطالب منهم أكثر من طاقتهم، ومع هيك أجورهم أخف بقليل. ولما عم يمرضوا لما عم يعني يضطروا يرجعوا على البيت لأنه هن مسؤولين عن التعليم لأولادهم، كله هذا عم يأثر على الدخل. لما عم أنا يعني في 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 قصص صايرة، ما قصة واثنين وثلاثة بس، مثلا يعني مثل مدير تنفيذي إقليمي لشركة كبيرة قالت لي أنا مضطرة أترك الشغل لأنه أنا عندي بنتي 6 سنين عمرها، وما في يوم من الساعة 8 الصبح للستة المساء عندي 5 دقائق لأشرب كاسة مي بدون اجتماعات، فأنا ما عندي حل آخر، أنا مضطرة أترك الشغل لحتى أنا أكون مع بنتي لحد ما نلاقي حل لموضوع التدريس. ونحن عم نحكي نحن ببلد متطور، نحن عنا إمكانيات، فما بالك الأماكن الأبعد. للأسف نحن صح يعني أخذنا خطوات تجاه مساعدة المرأة، تمكين المرأة، في كمان قرارات جديدة طلعت كتير، ولكن لسه الطريق طويل ولازم شوي نحط همة أكتر. هاي كانت تجارب ومواقف عاشتها نيروز. انتو كمان إذا عشتوا أي قصة أو حالة أثرت فيكن وغيرتكن شاركوني إياها، ولا تترددوا أبداً شو ما كانت، راسلوني عبر الواتساب 00971568531592، واسمعوا بودكاست صارت معي
من خلال موقع أخبار الآن وموقع راديو الآن، جميع منصات البودكاست، الساوند كلاود وتطبيقي ديزر وأنغامي. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء. بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.